نعود بقى إلى ما يحدث في غزة وعلى معبر رفح. ما زالت المساعدات مستمرة في الدخول، في حركة أكبر للمساعدات، مش بالشكل اللي احنا عايزينه، ولكن في حركة أكبر. يعني خلال 24 ساعة الأخيرة حوالي 59 شاحنة دخلوا من المعبر، وزي ما قلت لكم بيخشوا المعبر يرجعوا يتفتشوا في معبر العوجة ويرجعوا تاني رفح، فبياخدوا وقت أطول، ولكن في حركة أكبر للمساعدات. الخبر الأهم واللي بننقله عن القاهرة الإخبارية هو أنه في أنباء عن فتح معبر رفح البري غدا لاستقبال عدد من الحالات الحرجة من الجرحى. معلوماتنا بتتكلم على 81 تقريبا من الجرحى سيتم استقبالهم على معبر رفح بسيارات الإسعاف المصرية، وحيكون نقلهم سريعا إلى المستشفيات في شمال سيناء. احنا بنتكلم على عندنا ثلاث مستشفيات مهمين، دير العبد، اعتقد العريش العام، وشيخ زويد، ثلاث مستشفيات مهمة. 81 من الحالات الحرجة، ووزير الصحة كان قد يعني تفقد هذه المستشفيات من فترة للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الجرحى. وائل أبو محسن مدير الإعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني، هل في ميعاد لعبور هؤلاء الجرحى سيد وائل؟ صحيح، يعني صباح الغد سيكون هناك مغادرة لعدد من الجرحى من أسرة يعني جراحهم بالخطيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. نتحدث عن أكثر من 20,000 جريح خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والمستمرة منذ أكثر من 24 يوم. غدا بإذن الله صباحا سيغادر 81 جريح من جراحهم خطيرة إلى المستشفيات المصرية لاستكمال علاجهم. نأمل أن تتطور هذه الخطوة، أن يتم يعني فتح معبر رفح بشكل كامل لخروج أكبر عدد ممكن من الجرحى والمصابين، بالإضافة إلى يعني دخول عدد أكبر من المساعدات. لا سيما نحن نتحدث اليوم يعني عن دخول يعني أكثر من 83 شاحنة تمكنت من دخول اليوم إلى قطاع غزة من المعبر المصري. هذه الشاحنات التي تحمل المساعدات الطبية والغذائية والمياه إلى قطاع غزة، يعني بطبيعة الحال الأعداد هناك حالة ازدياد لعدد الشاحنات. نتمنى أن تصل إلى أكبر عدد طبعاً ممكن أكيد. في ظل عدد وجود يعني الشاحنات و كلها مكدسة يعني على المعبر طبعا وفي انتظار الخروج. طيب سيد وائل، دخولها من ماذا نعني بالجراح الخطيرة؟ يعني هل في تصنيف للجراح الخطيرة؟ صحيح، الجميع يعلم الوضع الكارثي الذي تعاني منه المستشفيات في قطاع غزة. هناك العديد من المستشفيات خرجت عن يعني عن العمل نتيجة توقف مولدات الكهرباء لعدم وجود وقود. عدد المستشفيات في الزيادة التي تخرج عن الخدمة. الوضع الإنساني كارثي، يعني هناك 20,000، ما يزيد عن 20,000 مصاب اليوم لوحده، أكثر من 400 شهيد، و يعني مئات الجرحى نتيجة استهداف في مخيم جباليا. الأعداد كبيرة جدا، المستشفيات أصبحت لا تستطيع أن تستوعب هذه الأعداد. يعني الأطباء يعملوا وفق المفاضلة بين الجرحى والجرحى في أمل أن يعني يكسبوا أكثر وقت ممكن لخدمة المرضى. هناك يعني غدا سيكون سفر لعدد من هؤلاء الجرحى من وصف جراحهم بالخطيرة لاستكمال علاجهم في المستشفيات المصرية، وهذا يعني بصيص أمل أن يتم فتح المعبر بشكل كامل لخروج عدد أكبر من الجرحى ولدخول المستشفيات الميدانية إلى القطاع كما كان الحال في الحروب السابقة عندما كان المعبر يعمل على مدار الساعة لدخول المساعدات ويعني المستشفيات الميدانية والطواقم الطبية من جمهورية مصر العربية. شكرا سيد وائل أبو محسن مدير إعلام في معبر رفح من الجانب الفلسطيني.